البعض يستهين بالمشاريع الصغيرة، والآخرون يترددون بفشلها، والخوف هو الحاجز في بدء العمل بها. التقيت بالشاب محمد الشهراني الذي حقق أحلامه الكبيرة ببسطة صغيرة كان يبيع الطعام من خلالها. بعد الله سبحانه بديت بداية، أنا أحب موهبتي الطبخ، بديت على عربة والحمد لله، بديت شوي شوي على العربة وتزوجت، جمعت وتزوجت شوي شوي اللهم لك الحمد، شريت لي بيت. بديت في اللحظة الأخيرة اللي قبل آخر 3 سنوات بديت في التطوير، بدال ما كان عندي عربية صار عندي تراك. حقق الطاهي محمد حلمه بامتلاك سيارة لبيع المأكولات، إلى أن توسع المشروع إلى امتلاك سيارات عدة تبيع أصنافاً مختلفة من الأطعمة، ليزداد الدخل إلى 200% تحديداً في فصل الصيف. البلد فيه خير، بس يبغال الناس همة، بس يبغال شبابنا بس همة وبناتنا، ولا بالعكس الدوائر الحكومية ما يقصرون معنا كبدل الايديات، كل شيء معنا، كل شيء معنا، ما في شيء ضدنا. فليش الشيء يمنعنا نحن نايمين في البيوت او ننحصر على وظائف ما هي من تخصصنا؟ فانا والله داعم كبير، واي احد يبغى كخبره اي شيء يجيني كاستشاره مجانيه يجيني، الله يحيي 12 سنه خبره في هذا المجال. البسطات والمشاريع الصغيره تحتاج الى التحلي بالصبر وبذل الجهد المضاعف للوصول الى الطموح ورفع مستوى الدخل المادي. من خميس مشيت، سماح الدرع، الإخبارية.